في ناس في حياتي انتهت الصلاحية بتاعتهم، بمعنى ان انا من كتر ما اذوني بدأت افقد الامل فيهم، بمعنى ان عدم وجودهم في حياتي مش فارق معايا، مش فارق معايا يعني لا انا حابب وجودهم ولا كاره وجودهم ولا بتضايق لو شفتهم ولا هبقى منزعج لو انا ما شفتهمش. وفي نفس الوقت بقت علاقتهم اكسبايرد معايا. والله يسهل للجميع.